السلام عليكم. الحصة الرابعة، الدرس الرابع النهاردة، ومع أول قسم هو قسم الإثراء اللغوي. بنكمل النهاردة الستوري اللي فاتت. الجزء بتاع النهاردة بسيط جدا. بيقول لي he fell into a pond. لو تفتكروا التشيك الكتكوت، الستابرن تشيك الكتكوت العنيد، لما خرج من البيت، انتوا فاكرين بقى الحاجات دي. النهاردة بنكمل he fell into a pond of mud. وقع في pond، البوند اللي هي البركة. pond يعني بركة. ال pond of mud، بركة من المد. المد يعني الطينة، بركة من الطين. يبقى مد، معلش هنجيب ده، المد يعني الطين، و pond يعني بركة. pond of mud، بركة من الطين. في كلمة اسمها برضو بركة طين اسمها podge. podge دي لوحدها كده معناها بركة طين. podge podge، ثانية كده ناخد دول نودهم بعيد ونمسح البودج دي، اكتبها هنا. عايزين بقى البودج دي، الكلمة دي حلوة، بيطلع منها كلمات تانية. كلمات تانية زي ايه؟ زي مثلا كلمة مود. مود بودج، هنقفل الانترنت. مود بودج دي ايه بقى؟ دي بيستخدموها الناس اللي بيعملوا ديكورات علشان يعملوا مادة كده زي جلو. جلو يعني مادة صمغية كده، صمغ بيلزقوا بيه. مود بودج، مود بودج يبقى دي مادة صمغية. يبقى بودج لوحدها بركة طين، مود بودج دي مادة صمغية بيستخدموها عشان يلزقوا بيها الأوراق والحاجات دي. طيب لو احنا خدنا دول كده، مش عارف مش هيجوا معانا، عايزين ناخدهم نبعدهم بعيد، مش جايين خلاص. طيب انا كنت عايز اكتب لك كمان ان في حاجة اسمها pregnancy. pregnancy pregnancy pudge، وده معناه لما الستات بيبقوا حامل كده ساعات بيجي لهم تخن كده في الحمل، اسمه pregnancy pudge. pregnancy pudge، او الامريكان بيقولها podge. podge يبقى نقدر ناخد من هنا كمان ونقول ان podge دي بيستخدموها حاجه informal، حاجه غير رسمي كده، لغه غير رسميه. بدل ما يقولوا على الشخص ده فات يقولوا عليه podge. بودج ده يعني شخص قصير كده وتخين، شخص قصير وايه وتخين، يقولوا عليه ايه؟ يقولوا عليه بودج. تلاقيه تخين ومتكوك كده في بعضه وقصير ومكلبز، بيقولوا عليه بودج. بودج ده كله طلعناه من الجزء الصغنن اللي احنا اخدناه. نكمل هنا. هو وقع في pond of mud. He fell into a pond of mud. The cat left him. left him يعني سابته. وليفت ده الماضي من ايوه. طبعا انا بحب افسر كل حاجه ليك اهو عشان ما اسيبكش لوحدك في الطريق. left الماضي من ليف، يغادر. لما تيجي تقول غادر تقول left. لو انت مثلا عايز تقول الاتوبيس مشي تقول the bus. the bus ايه؟ left. الأتوبيس مشي من نص ساعة، هتقولي the bus left half an hour ago، يعني مشي من نص ايه؟ من نص ساعة. the cat left him، القطة سابته، and went away. went away يعني راحت بعيد، مشيت. طبعا went الماضي من ايه؟ ايوه
ناس الشطرة ماضي من جو، جو يعني يذهب، الماضي منه went، ذهبت بعيد. He returned back home. Returned يعني إيه؟ يعني عاد، الماضي من return. Returned back home، عاد إلى المنزل. His body was covered with mud. Covered with يعني متغطي به. Covered with، ممكن نقول covered in برضو تنفع. Covered in mud، كان متغطي بالطين. He was trembling. Trembling يعني بيرتعش، يعني ممكن نقول مكانها shaking. He was shaking. His body was shaking. كان بيرتعش. DG. From cold، من البرد. And fear، والفير اللي هو الايه؟ الخوف. He learned، تعلم. Learned، كلمة دي ليها تصرفين. كلمة learn، مضارع learn، ساعات الماضي منه يقولوا learned كده، وساعات يقولوا عليه learned كده. To go out alone again، اتعلم. Not to، ما يخرجش، ما يطلعش. Go out، not to go out alone again. خلي بالك انا بنطق الكلمة دي ازاي. Again، again، مش again، again. اوكي، ده الجزء الاول بتاع الاثراء اللغوي، هتذاكر علشان التراجم بتاعتك اللي هتيجي في الاخر ان شاء الله. اشوفكم في القسم الثاني، والسلام عليكم. ودلوقتي مع القسم الثاني، هو قسم الجرامر، قواعد بتاعتنا. هنبتدي مع اول جمله، هي fell into a pond of mud. اتفقنا ان كل جمله فيها فعل، والفعل بيكون في زمن. فان اول فعل معايا فعل fall، هو طبعا مش جاي لي fall، هو جاي لي fell، الماضي من fall، يبقى ده الباست من ايه؟ من fall. He fell into a pond، وقع في البوند. The cat left him. تاني حاجة معايا left، اللي هو الماضي من، ايوه، من leave، يغادر. ده present، ده past، ده المضارع، وده الماضي. بعد كده and went away، نفس النظام، and the verb went، ده past من go، يذهب. go يذهب، went ذهب. جميل. he returned back home، عند فعل return. returned ده past من return، مضارع. return، return back home. خلي بالك مالش back to home، اتفقنا home تخدش حرف جر قبله. return back home، او go home، return back home، وهكذا. his body was covered. هنا حاجة مهمة جدا، مالش his body، هو مالش his body covered على طول كده، حصلش كده. ده اللي his body was covered، وحط هنا was covered. ليه بقى؟ ده باللغة العربية لما بنيجي نقول جسمه كان مغطى، مش جسمه غطى. لو قلت his body covered يعني جسمه غطى، ممكن أقول في جملة تانية his body covered the mobile أو the cell phone، جسمه غطى الموبايل. إنما هنا مش عايز أقول كده، عايز يقول جسمه اتغطى. بنسميه الباسيف، المجهول. ده تعمله ازاي؟ ببساطة، ده لما تيجي تتكلم في الماضي وتقول ان حاجة اتعملت، زي مثلا حاجة اتكسرت، كسرت، مش هي اللي كسرت نفسها، كسرت، لعبت، وهكذا، جرحت، تحط انت، تستخدم لازم على طول ساعتها was aware، was aware، was were، وتصريف ثالث للفعل، اللي بيسموه، للفعل بيسموه past
participle، تصريف الثالث للفعل. ازاي الكلام ده؟ هنا اخذنا اول الجملة بيقول was covered، هو فعل cover يعني يغطي، عايز اقول غطيه، ساعتها بستخدم يا اما was يا اما were قبلها. طبعا هنا بستخدم was ليه؟ عشان هو كان بيقول his body يعني جسمه، الجسم ده مفرد، مالش bodies، مالش اجساد، البادي ده مفرد، ياخد ايه؟ ياخد was، يبقى his body was، وتحط التصريف الثالث، يعني لازم هنا الفعل ده منتظم regular عادي to was covered. طب تعال نشوف مثال تاني، عايزين نقول مثلا ان الكيكة اكلت، مش اكلت، اكلت، يبقى the cake، ايوه انتوا اللي هتقولوا اهو، هتقولوا ايه؟ هي مفرد اهو was، وتجيب ياكل بس تجيب التصريف الثالث منه، ايوه اسمه eaten، صح. طيب مثال تاني، عايزين نقول الازاز كسر، الازاز اسمه the glass، الازاز مفرد was broken، كسر، تمام، وهكذا. طب عايزين نجمع مثلا the cars، العربيات the cars، ما اقولش was بقى، هقول ايه؟ were sold، الماضي من sell يبيع، بيعت، تم بيعها يعني، ما ينفعش اقول the car sold كده على طول، يعني هي اللي باعت، ما ينفعش، لازم اعدي على ال was او ال were، the cars were sold، وده اللي اسمه الباسيف في زمن الماضي. كده اتكلمنا في الباسيف في زمن الايه؟ الماضي، وبالخصوص اسمه ماضي بسيط. تمام كده يا جماعة؟ طيب نشوف اللي بعدها. His body was covered with mud. He was trembling. أيوة ده زمن. He was trembling. إحنا خدناه في الحالات اللي فاتت. لما تلاقي was أو were ومعاه verb محطوط له ing، كده بتعرف على طول إن ده اسمه إيه؟ الماضي مستمر. Was trembling، كان بيرتعش، from cold and fear. He learned، عادي جدا أخذناه، فعل learn، verb learn، قلنا بقى ده له تصريفين، له يا إما تمشي عادي وتحط الـ ed to learned، learned، أو تعمله كده تقول إيه؟ learned، learned، learned not to. لو أنت هتتعلم حاجة، تعمل حاجة تقول learn to، يعني مثلا في الماضي هقول أنا اتعلمت أطبخ، هقول I learned to cook، I learned أو I learned to cook، لازم أقول to المصدر، to فعل في المصدر. طيب اتعلمت مثلا إن أنا ألعب، يبقى I learned أو I learned to play، شطار ممتازين، to play to المصدر. طب اتعلمت ما تعملش حاجة، حط هنا ايه؟ حط نوت، يبقى learned او learned not to او not to، الامريكان يفتحوا له not to، سهل يا جماعة، سهل، not to go out alone. كده خلص القسم الثاني، قسم الجرامر بتاعنا النهارده، اتمنى المعلومات تكون مفيدة، واشوفكم في القسم اللي بعده. ودلوقتي احنا مع قسم التالت، وهو قسم الاكسنت، وتعالوا نشوف المحادثة بتاعت النهاردة بتقول ايه، هنسمعها مرة. يلا. Have you got any hobbies? I have. I like English. So do I. Do you read much? Yes, because I want to know English well. Oh, let's talk English for a bit. No objections to it. Our lesson's over. Have you got any hobbies? هنسمعها تاني يا جماعة. Have you got any hobbies? I have. I like English. So do I. Do you read much? Yes, because I want to know English well. Oh, let's talk English for a bit. No objections to it. تعالوا بقى نشرح الكلام ده زي ما احنا متعودين. نمسح الليلة دي
ونقول بسم الله. معايا أول حاجة هنا Have you got any hobbies؟ شفت تنطق إزاي؟ Have you got any hobbies؟ قلت صوتي كده Have you got any hobbies؟ طبعا عندي هنا Have ما فيهاش مشاكل, You ما فيهاش مشاكل, طبعا عندي Got any. هنا الأمريكان لما بيتكلموا هنا بيفتحوا الأه, صوت الأه يطلعوا أه, فبقى got got. لو بريطان بيقولوا got بس الأمريكان بيقولوا got. انت أخدت معايا قبل كده الت بعده vowel بعده متحرك, وإن المتحركات هي الأصوات اللي فيها فتح أه أو فيها ضم أه أو فيها كسر إه. الأصوات دي متحركات. هنا إيه إيه إني متحرك, متحرك ده لازم غصب عني يقلب لي دي خليها ده ونسميها فلابتي فلابتي. دي عند الأمريكان Have you got any, لازم تدخل الكلام في بعض Have you got any, Have you got any hobbies. ملحوظة التانية يا جماعة, كلمة زي مثلا hobbies, كلمة دي كان أصلها كده, لما بييجوا يجمعوها بيحولوا الاي, حولوا الواي دي لاي, بعدين يحطوا اي اس. لما بنيجي ننطق دي بقى بنشدها لتحت شويه, بنقول هابيز. هاف يو جاد اني هابيز, ما تقولش هابيز. كلمه تانيه برضو كلمه زي دي اهو, انا هكتبها اهو ستوري, ده الايه المفرد. عايزين نجمعها هنشيل دي كده ونعمل ايه اي اي اس, عايزين ننطقها ايوه ستوريز ستوريز, ما تقولش ستوريز. طيب كلمه تانية انا معاكم, كلمه تانية زي كلمه هكتبها دي اسمها ايه بقى اللي فيها اي اس في الاخر كده, موفيز موفيز. مية مية نرجع تاني محادثتنا. Have you got any hobbies? I have. I like English. مفيش مشاكل. English برضو في حاجة كده بالمرة. صوت يا جماعة اللي هو النيزل نيزل إن لو أنتوا فاكرينه, اللي كانت علامته في الصوتيات لو رجعت للحلقات, ده اللي كان بيجي في الاي ان جي كنا بنلاقيه, وفي الاو ان جي يعني مثلا الاي ان جي اللي كانت في النهايات زي playing كنا بنخلف في كده نقول هو صوت عامل كده playing. قلت لو مش عارف تعمله بتقف عند الان تقول playing playing, خنفان او song خنفان song, قلتش song. الصوت ده موجود في كلمة English English, الان جي هنا إن, ما قلتش إنجلش تبقى مش نافعة, لكن إنجلش. شفت الخنفان, يعني كلمة إنجلش فيها صوت من الأصوات اللي الناس مهملة ومش عارفة, هو بيجي تلقائي في كلمة إنجلش. إنجلش فيها نيزل إن, الإن فيها خنفان دي. تعال نشوف الجملة اللي بعدها, بيقول So do I, هو قال كده do I. إيه السبب؟ السبب اننا بنعمل linking, بنعمل ربط between two vowels, ربط بين متحركين, اثنين متحركين, ده vowel وده vowel جايين ورا بعض في كلمة, ده at the end of a word في نهاية كلمة, وده at the beginning of another word في بداية كلمة تانية, ده اه وده اه, دول اه اه اي. linking ده هنا بيتم بالوه, بالوه لما يكون عندي ربط بين أصوات متحركة يا بالوه يا باليه. لما بيكون هنا الصوت الأولاني ده مضموم فمش هينفع يتكسر, مش هينفع يجي باليه, فهيجي دايما بالإيه بالوه. فقال so do I, so do I, بدل ما تقول so do I, لا 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 so do I. هتقولي طب هنا ما عملناش كده ليه؟ لك عشان هنا مش متحرك, ده مش متحرك, ده ساكن ما ينفعش, فيش وصل بينهم. لما الوصل هنا بالمتحركات تقول so do I, so do I. تمام كده؟ طيب
get me in. هنا تلاحظ متحرك متحرك. احنا قلنا يا بنربط يا بالوه يا باليه حسب الصوت اللي هنا. لو كان مضموم كان هيطلع بالوه. طب هنا مكسور هيبقى بالايه؟ بليه. يبقى جد ميان ميان جد ميان جد ميان جد ميان جد ميان. تمام كده؟ اتفهمت يا جماعه؟ درب لسانك. اللي بعدها do you read much؟ الحوزة اللي ممكن اقولها هنا read much، نحن بنتعامل مع ده معامله يعني بنت ناس ومحترمه، ان احنا ما بنقربش منها كتير، ما بنسيبهاش، ما بنجيبش سيرتها على لساننا كتير، يعني بنوقع الده شويه كده. نقول read much. Do you read much? Do you read much? مش تقول do you read much وتقف، ما تقفش، ما تعملش قلقله. اللغه الانجليزيه ما فيهاش قلقله زي اللغه العربيه. Read much. قال له yes. ايوه. Because الكلمه دي بتتنطق بالفتح شويه عند الامريكان. بيقولوا because I want to. برضو want تتفتح شويه مش want عند الامريكان. طبعا want to خلاص انتوا عارفين ان هنا في ايه يا جماعه اسمه ايه؟ خلاص انتوا بقيتوا شطار، اسمه assimilation اللي هو صوتين زي بعض اهم، بنوقع الصوت ده وندخل اتنين في بعض. want وطبعا to بنوقع التي وهتيجي على مع اللي بعدها want to know. I want to know. وساعات بقى هما بيشيلوا want to خالص كده ويقولوا ايه؟ I wanna. ينطقها كده I wanna know. دي اللغة الدارجة عندهم. I wanna know. I want to know أو I wanna know. تمام؟ وبالمرة لما بيجوا يتكلموا في الماضي اللي هي wanted، هنا بقى wanted to، هنا ما يوقعوش التو. يعني لما بيجي يقول want، عشان ده خطأ الناس بتعمله كتير، أما هو عايز يقول want to يقولها wanna، ما يقولش wanna to. لأ، يعني I want to go تقول I wanna go من غير to بقى. I wanna go. I want to go ممكن يحل محلها I wanna go. طب wanted to go ما ينفعش ان انت تختصرها لي. الاختصار الوحيد اللي ممكن هنا يطلع ان هما بيوقعوا التي ويقولوا I wanted بس التو تفضل موجودة. I wanted to go كنت عايز اروح. واضحة دي؟ تمام. I want to know English well. اللي ممكن اقوله هنا الحاجة اللي موجودة في كلمة well، ال L اللي هنا الصوت ده بنسميه dark L اللي هو ال L التقيلة دي اللي هي مش عندنا في العرب اسمها L L. اللي بيحصل هنا ان اللام واقفة في لساني واقف في النص، لا بيلمس فوق ولا بيلمس تحت. ألدخ بقول L well، بيحتاج تدريب. well kill bill tell جميل قوي، بيخلي الصوت جميل. تخيل كده لو انت سمعت تقول ويل، شفت ويل دي مش نافعه ويل، لا 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 اسمها ويل ويل. اللي بعدها قال له او ليتس ما تقولش ليتس كده، ما تقولش ليتس ليتس، اصل الاي بتخلي الصوت خفيف كده ورقيق وناعم. ليتس في مساحه هنا، تخلي في مساحه. ليتس توك. كلمه توك عند الامريكان برضو مفتوحه توك انجلش فور ا بيت. For a bit يعني تعال نتكلم انجليزي شوية. For a bit ممكن يوقع دي في الأخير for a bit بسرعة كده أقولك for a bit. حط الهمزة. No objections. إيه اللي هنا في الكلمة دي؟ up بيفتحوا الأو شوية objections. ملحوظة ممكن أقولها هنا نزاه اسمه j معلش الألم مهنج معايا. ج ج ج مش ج ج. No objections ده صوته شكله كده في القاموس في الصوتيات. No objection object يطلع دال. No objections. قولوا لي بقى يا جماعة هنا هنعمل ايه؟ يلا حبايبي اهو متحرك متحرك ومضموم، هنربط بالو to wait to wait. وممكن واحد تاني يوقع التي خلص يحطها مزولي to wait. No objections to wait. No objections to wait.
أو no objections to it. يعني مفيش اعتراض خالص. المحادثة بالمرة قول معناه have you got any hobbies؟ عندك هوايات؟ I have. أنا بالنسبة لي عندي I like English. تنال الصوت why؟ وأنا كمان. Do you read much؟ بتقرأ كتير؟ قالوا yes because I want to know English well. عايز أعرف إنجليزي كويس. Oh let's talk English for a bit. بتيجي نتكلم إنجليزي شوي. قالوا no objections to it. يعني أنا موافق ما عنديش اعتراض. تمام؟ نخش على القسم الرابع وقابلكم بعد ثواني. ودلوقتي مع القسم الرابع وهو الجمل المصور. القصة بتاعت النهاردة اسمها A Broken Appliance. تعالوا نفتح كده مع بعض الكلام بتاعها. A Broken Appliance. Appliance يعني جهاز وBroken يعني عطلان. A Broken Appliance جهاز عطلان. أول جملة معانا Our washer is broken. أيوة الغسالة هي عطلانة. Our washer is broken. بنت تقدر تتكلم عن أي جهاز عندك عطلان وتقول هو بتاعنا طبعا بقول Our car is broken. أي حاجة. Our TV is broken. Our washer is broken. تاني جملة It started leaking this morning. يعني بدأت leaking. وleaking يعني تسرب. تسرب مية. Leaking. لما يكون حاجة بتوقع مية أو بتسرب يبقى ده اسمها leaking. Started leaking this morning. تالت جملة My mother went downstairs. ماما نزلت تحت. Downstairs يعني تحت. طابق السفلي. To the basement. Basement يعني البدروم. And saw. وشافت saw. Water. شافت المية. All over the floor. على الأرض. شوف ووصف. السؤال بعدها. لا لسه هنا. دي المفروض برضو معني. It was such. لو أنا هدخلها في بعضها من assimilation. It was such. Was such. طيرت هنا. Was such. ولو أنا عايز طيرت هنا. أقول it was. It was such a big mess. Was such a big mess. مش miss. لو miss هتبقى بالآي. لما دي mess. Mess. في مسافة بين الام والاس كده في النطق. Mess. Mess يعني فوضى. حاجة مكركبة. يعني كانت فوضى. عارمة يعني. زي ما بقوله باللغة العربية الفصحى. هنا. We called الأمريكان يفتحوا we called the repairman. الرجل ده اسمه صنايع اسمه repairman. But وقف كده شبط والبق. But he doesn't work. Doesn't طير الت. Doesn't work. ما بيشتغلش. مش work. صوتين اسمه work on the weekends. بيشتغلش في الweekends في نهاية الأسبوع يعني في يوم الجمعة يعني يوم الأجازة. هنا بقولي having a broken appliance ان يكون عندك جهاز عطلان is such an inconvenience. Inconvenience يعني شيء مش ولا بد. حاجة وحشة. حاجة تغيظ. Inconvenience. بستخدم التعبير ده ساعات لما اقول اما مثلا ادخل على واحد فجأة هو بيعمل حاجة فتقول مثلا ايه sorry for the inconvenience. يعني اسف يعني على وقاحتي مثلا او ان انا بعمل حاجه مش مظبوطه. كل ما تحس انك بتعمل حاجه مش مظبوطه كده بتقول لا مؤاخذه. واخد بالك بقى من الكلمه دي. دي زي المؤاخذه عندنا. Sorry for the inconvenience. لا مؤاخذه يعني. فهنا بيقول لك لما يكون عندك broken appliance is such an inconvenience. حاجه مش ولا بد. حاجه لا مؤاخذه. اللي بعده بيقول my mother decided to go to the laundromat. 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 اللي هنا ما تنطقتش يا جماعة. مش لاندرو. لا. Laundromat. ماما decided to يعني قررت to go to the laundromat. تروح لللاندرومات. المكان ده اسمه laundromat. هو عند الأجانب كده. في الأماكن النظيفة يعني. تلاقي مكان كبير وفي washers. غسالات كتير. تقدر تروح هناك. وبيحصل بقى هناك dialogues between people. ناس تقعد تتكلم مع بعضها وكده. في اللاندرومات. اللي بعد كده we live on top floor. احنا بنعيش في التوب فلور اخر دور اسمه التوب فلور اخر دور of an apartment. كلمة دي بتتنطق زي apartment. الراء بتطير والت بتطير وتحط همزة مكان apartment. Apartment building. Apartment building
يعني عمارة سكنية، بتساوي كلمة تانية اسمها block of flats. apartment building عمارة سكنية يعني مش بيتك، مش house، ده عمارة، عمارة انت ساكن فيها. apartment building. we don't have an elevator. elevator اللي هو الأسانسير، ما عندناش أسانسير. we don't have an elevator. لو انت عندك هتقول we have على طول، we have an elevator. so هنا we had to carry، اضطرينا نشيل. the laundry baskets، سبت الغسيل كذا سبت يعني، down وننزل بي down، several flights of stairs. flights of stairs ليها درجات السلم، درجات السلم اسمها flights of stairs، وseveral يعني many يعني كتير. فاضطرينا ننزل نشيل الباسكتس وننزل درجات سلم كتير زي ما انت شايف هنا. it was such على بعضها. it was such a pain. الموضوع ده كان مؤلم، pain مؤلم. it was such a pain. our neighbor the gardener our neighbor helped بالته، واخد بالك، helped us carry، ساعدنا ان احنا نشيل a couple of baskets. couple يعني زوج من، يعني شويه، هنا عايز اقول شويه ايه، a couple of baskets، شويه baskets. he was such a great help يعني كان عونا، كان يعني حاجه كويسه، ساعدنا. such a great help. انت ممكن تقول لي مستر حسن you are such a great help، انت بتساعدني، you are such a great help. اخر حاجه we had to do، اضطرينا ان احنا نعمل several loads of laundry. loads يعني كميات كتير. several loads of laundry، اضطرينا نعمل كذا مرض غسيل، كذا دور غسيل، خد بالك الستات عارفين لك دور غسيل، كذا دور غسيل. so it took a few hours، فالموضوع ده اخد مننا a few hours، بضعة ساعات. ركز قوي في المحتوى ده، المحتوى ده مفيد جدا، بيفيدك في التراجم والتحدث. نتقابل في القسم اللي بعده بعد ثواني. ومع القسم قبل الأخير وهو كتاب الألفية، النهاردة الجمل اللي معانا أو الجملة My car is broken down. My car is broken down يعني عربيتي عطلانة. I have a flat tire. I have a flat tire يعني فردة عربيتي نايمة. tire اللي هي الفردة، flat يعني مسطحة نايمة. My car needs service. وأنا بنطق تلاقيني بعمل assimilation بين needs service في SOS. tire دي well my car needs service. عربيتي عايزة صيانة. What's your favorite song؟ هنا ما بقولش favorite، الأويو ما بينطقوش. What's your favorite song؟ song بس كده نزل ان لان اللي فيها خنفان. who's your favorite footballer؟ who's your favorite footballer؟ مين لاعب كره القدم المفضل عندك؟ what does he look like؟ شكله ايه؟ what does he look like؟ اوصفه لي. he has a beard، عنده لحيه دقن. he has a beard. he has a mustache، والمستش اللي هو الشنب، ساعات يقولوا عليه تاش. He has a tash، عنده شنب. He wears glasses، الكلمة دي بنقولها دايما خطأ، نطق الصح wears. He wears glasses، بيلبس نظار. She has curly hair، عندها شعر curly. بالمناسبة لو شعر مش curly، حلو كده وجميل، نوع عليه اسمه straight. كل الستات يحبوا شعرهم يكون straight. حطوا بقى بروتين والحاجات اللي فاهمينها دي، ده تاء يا جماعة بس مش عارف اعمل كده ليه، تاء straight. نرجع تاني هنا I take the bus to work. بروح الشغل بالاتوبيس، تقدر تغير بقى بمزاجك. I take the train أو I take the subway اللي هو ال underground يعني اللي هو الانderground اللي هو المترو underground، بس يكون على بعضها، مش عارف اكتبها على بعضها. I take the underground.
أو I take the metro. I'm married. الأمريكان يحبوا يقولوا الكلمة دي بالكسر شوية، يقولوا married، والبريطاني يقولوها married. من ضمن الكلمات اللي كده برضو كلمة vacation. vacation الأجازة، الأمريكان يقولوها بالكسر كده vacation، والبريطاني يقولوا vacation. دي كانت جمل اليوم في الكتاب. ذاكر علشان القسم اللي داخلين عليه هو الترجمة، وده مهم جدا. وفكرت ان اذكر موضوع الترجمة، ما بتترجمش في نفس الحلقة، انت بتذاكر حلقتك وترجع لقسم الترجمة وتبدأ تعمل ترجمك. يا ريت لو انا كده كده بعت الترجمة بعتها لكم في ماتريال، فما تقلقوش تذاكروا من الشيت. نتقابل بعد ثواني. ومع آخر قسم من حلقتنا النهاردة، قسم الترجمة اللي بيقيس مدى تحصيلك في الحلقة أو في الدرس، أول جملة غسلتنا عطلانة، بدأت تسرب مية النهاردة الصبح، ماما نزلت تحت في البدروم وشافت المية مغرقة الأرضية، الدنيا كانت بايظة خالص، اتصلنا بالصنايعي لكنه ما بيشتغلش في عطلات نهاية الأسبوع. لما بيكون عندك جهاز بايظ بيبقى شيء مش ولا بد. ماما قررت تروح المغسلة. احنا عايشين في شقة في آخر دور في عمارة سكنية، ما عندناش أسانسير، علشان كده اضطرينا نشيل الغسيل وننزل بيه سلالم كتير. هي مش تنزل، هي ننزل، معلش. الموضوع ده كان متعب جدا. جارنا ساعدنا وشال معانا شوية، هو كان نفعنا كتير، أو هو نفعنا كتير يعني. He was such a great help. أنا غششتها لكم. اضطرينا نعمل كذا دور غسيل، علشان كده أخد مننا وقت طويل. هو وقع في بركة من الطين، القطة سابته وراحت، هو رجع البيت جسمه كان بيتبهدل طين، هو كان بيرتعش من البرد والخوف، اتعلم ما يخرجش لوحده تاني. ذاكر أول بأول، وأنا مستني استفساراتك على الخاص، وأشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله.